جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة تبادلا سموهما خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات وأن يعم الخير والأمان شعوب الأمتين العربية والإسلامية